الو الو رجعت الصوره الو اللي سامعني يفتح الميكروفون ويطمني سامعك سامعك دكتور آه رجعت الصوره اه رجعت على وين على ساين باينري Numbers؟ اه طيب كويس اذا كما قلنا الكمبيوتر بيستخدم الكومبلمنت لتمثيل الارقام السالبه وبعدين مع علي قواسمي هذا يا حوال. طيب انا لازم اشطب قناتي في على على النت ميتنج علشان ما حدش يحاول يخش مره ثانيه طيب بنكمل اذا الكمبيوتر بيستخدم النظام الثنائي وعنده عدد محدود من القناة لكل نوع من الأنواع الداتا وبيستخدم العمليات الحسابية عن طريق الكمبيوتر لما بده يجري الطرح مثلا إذا قلت لك أنا الكمبيوتر خلينا نقول الكمبيوتر بيستخدم أربعة بت نرجع على اللون الأزرق وقلت لك وين راحت هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقلت لك عرف لي طبعا احنا نتكلم هايبوثيتيكلي هسه على كمبيوتر من 4 بت والانتجر فيه از 4 بتس وقلت لك انتجر اكس بتساوي 4 انتجر واي بتساوي اثنين ثم قلت لك انتجر زد بتساوي اكس ناقص واي الان ماذا يفعل الكمبيوتر في الواقع الكمبيوتر بيجي على اكس اللي هي أربعة بشوف تمثيلها طبعا تمثيلها like this راح يكون مخزنة عنده 0 1 0 0 الان عند العمليه طرح معناها بحولها الى جمع بقول اكس زائد النيجاتيف تبع الواي طيب كيف احصل على النيجاتيف تبع الواي اه اكس زائد التوز كومبلمنت للواي لانه اذا اخذت توز كومبلمنت لرقم انت عملت له نيجيشن انت عكست اشارته اي رقم بتاخذ بتحوله للتو كانك ضربته في ناقص واحد مفهومه؟ اوكي؟ هلو اذا بيجي على الاثنين هاي الاثنين هاي الزائد اثنين بقول انا بدي احصل على الكومبلمنت تبعها، شو الكومبلمنت تبعها؟ الكومبلمنت تبعها حسب القاعده اول صفر بنزل خلينا نحط لون احمر اول صفر بنزل اول واحد بنزل والبقية من عكسه وبحول العملية إلى عملية جمع وبيجي بقول صفر زائد صفر 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 وواحد واحد وواحد واحد, واحد, واحد صفر باليد واحد واحد وصفر واحد صفر وباليد واحد هذا الواحد بقول له إنه الأمور أوكي وإنه النتيجة is positive is a positive number صحيحة هذا هذا زائد قديش؟ هذا في الواقع زائد اثنين. إذا أربعة ناقص اثنين راح تعطيني زائد اثنين. النتيجة صحيحة ولا مش صحيحة يا شباب؟ صحيحة. حلو صحيحة. طيب إيش بيحدث لو أنا أجيت يعني أه خلينا نأخذ مثال آخر. لو حطيت رقم موجب مع رقم سالب. نعمل اعلام في الاول لو جيت قلت له الاكس عندي زائد خمسة نفس المثال السابق الواي عندي ناقص اثنين وقلت له اعمل لي اكس ناقص واي نفس الشيء بيجي بقول الاكس زيرو 1 0 1 هاي الخمسة هيك راح يكون تمثيلها في الكمبيوتر الواي راح تكون ممثله بناقص اثنين هيك هاي الناقص اثنين اذا شو لازم يعملها في الاول قلنا لازم يحول عمليه الى عمليه جمع اذا لازم ياخذ الكبله بتبعها 1 1 1 0 شو الكبله بتبعه الصفر الاول بنزل اول واحد بعد الصفر بنزل البقيه بالعكسه طبعا الناقص اثنين الكبله بتبعها زائد اثنين فراح يجي يحط 0 0 1 0 ثم بجمع 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 والنتيجة زائد 7 صحيحة من ضمن الرينج ما عندي إشكالية فيها واضح؟ أوكي يا شباب واضح. طيب الآن ماذا يحدث لو أجيت أنا عملت عملية حسابية و آه كانت النتيجة خارج الحدود آه سوري أنا بالغطاء عملت ستوب شير بالخطا عملت ستوب شير اوكي بعدين اوكي اذا لو اجينا عملنا عمليه حسابيه مثلا قلنا له زائد أربعة اعمل لي آه ناقص مثلا الناقص ستة الأصل أنه تطلع عندي زائد عشرة لكن العشرة لا يمكن تمثيله ما الذي سيحدث؟ الكمبيوتر بيعمل اللي مطلوب منه الأربعة بجيبها بيجي بحول الناقص ستة إلى زائد ستة راح يحولها إلى زيرو ون ون زيرو كما قلنا الناقص ستة تمثيلها راح يكون بالشكل هذا ون زيرو ون زيرو فراح ينزل الصفر وينزل الواحد ثم بيعكس الباقي فبتطلع عندي اللي زائد ستة بجمع صفر صفر واحد 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 صفر باليد واحد واحد وصفر صفر وواحد وباليد صفر في الواقع the last مختلفات راح انه هذول اللاست تو هم اللي بيقولوا للكمبيوتر انه في عندك اشكاليه اوفر فلو انه النتيجه اللي بتطلع معك نتيجه غير صحيحه طبعا ستة 4 ناقص الناقص 6 راح تكون زائد 10 بس الزائد 10 لا يمكن تمثيلها اللي طلع عندي هون كنتيجه 1 0 1 0 اللي هو ناقص 6 فالنتيجه طلعت غير صحيحه هذه نتيجه غير صحيحه ولا يجب اني اخذها انا يعني كنتيجه صحيحه في البرنامج تبعي اذا الكمبيوتر ممكن احيانا يعطيك نتائج خاطئه اذا لم تكن حريصا على استخدام الانواع المناسبه في البرنامج تبعك هذا يعني مهم جدا انت كمبرمج سوري ليش اللي بظلني اعمل ستوب شير طيب نكمل هنا يعني خلينا ناخذ مثال عشري اوكي ولنفترض ان في عندي انا اربع خانات ف أه... قلت لك مثلا استخدم لي اربع خانات لتمثيل ارقام موجبه وسالبه فراح تيجي تعمل انت كالاتي كل ما استخدم الانوتيت بتروح من عندي الصفحه مش عارف ليش فاذا عندك انت اربع خانات عشريه اوكي فكيف راح تقسمهم هذول فيهن 10 قوه 4 من الارقام يعني 10000 رقم فراح تقسمهم الى 5000 رقم موجب 5000 رقم موجب بوزيتيف و5000 رقم سالب نيجاتيف <applause> <applause> نمبرز راح نبلش فيهم من آه ناخذها من عند الصفر صفر صفر ولغاية أربعة تسعة 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 هذه تمثل أرقام موجبة ومن عند خمسة زيرو 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 ولغاية ناين 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 هذه تمثل أرقام سالبة هذا يمثل ماذا؟ هذا في الواقع يمثل الناقص خمسة آلاف وهذا يمثل الناقص واحد ليش؟ لأنه حسب النظام الواحد راح يكون زيرو زيرو ون لو قلت لك شو الكومبلمنت تبعه بتقول لي أول خانة بطرحها من عشرة والبقية بطرحهم من تسعة راح يطلع عندك 10 ناقص 1 9 هذا 9 هذا 9 هذا 9 اذا هذا هو التنز كومبلمنت للواحد اذا هذا يمثل لي الناقص 1 اذا عندي الارقام راح تكون من ناقص 1 ولغايه ناقص 5000 والارقام الموجبه من صفر ولغايه 4999 اكبر رقم سالب يزيد بواحد عن أكبر رقم موجب الله أكبر الله أكبر طيب إذن هذا هو التمثيل أوكي طبعا لو أجريت عملية حسابية ما بين الزائد اثنين والناقص اثنين هاي الناقص اثنين مثل ما انتم شايفينها هاي الناقص اثنين لو أجريت عملية حسابية ما بين الزائد اثنين اللي هي صفر 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 اثنين مع الناقص اثنين اللي هي تسعة 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 ثمانية أجريت بيناتهم عملية جمع المفروض تطلع النتيجة صفر وهذا واقع اثنين ثمانية صفر اليد واحد صفر باليد واحد صفر باليد واحد صفر باليد واحد هذا الواحد ما له مكان يتقزن فيه فمن فالنتيجة عندي هون صفر وهذه تدل انه هذا الزائد اثنين هذا يمثل الناقص اثنين واضح اوكي يا شباب واضح طبعا اذا انا التطبيق تبعي عندي مثلا برنامج بتعامل مع ارقام كلها موجبة مثلا أعداد الناس ما في شيء عندي سالب دائما كله موجب علامات الطلاب عادة كلها بالموجب من الصفر ف فممكن واحد يجي بدل ما يقول انتجر اكس في البرنامج تبعه بدل ما يقول انتجر اكس الحالة هاي حصر الاكس بين أرقام موجبة اللي شفناها قبل شوي 214 إلى آخره لغاية ناقص 214 كذا كذا حصرها بين السالب والموجب لكن لو أجينا على نفس المبدأ اللي قبل شوية أربع خانات بدل ما نعرف بساند قلنا له unsigned هنا احنا بنقول للكمبيوتر انه يتعامل مع الخانات كلها كارقام موجبه فيش عندك سالب لذلك انا بزيد الرينج تبع الحد الموجب فبس ما فيش عندي سالب اذا في حاله الارقام اللي قلنا عنها قبل شويه اللي كانت في حاله الارقام هذه اوكي في حالة الأرقام هذه أنا بين الزائد سبعة والناقص ثمانية لو قلت لك اتعامل معهم كأنسايند نمبر ساعتها بتقول لي أنا بروح بين الصفر صفر صفر الذي يمثل زيرو والواحد واحد واحد الذي يمثل خمسة عش. كلها أرقام موجبة أنسايند اذا في الكمبيوتر بامكانك تشتغل هاي الشغله بامكانك تعرف ان ساين نمبرز وتضاعف قيمه الرقم الموجب اللي ممكن تتعامل معاه عشان برضه تكون بالصوره انه ممكن انت تستخدم نفس عدد الخانات اللي هو 32 بتس تبع الانتجار بس تتعامل معاه كان ساين نمبرز في الحالة هالكمبيوتر الكمبيوتر ما بتعامل معه نيجاتيف نمبرز وبالتالي كل نتائجك راح تكون بالموجب هذا بيعتمد على التطبيق بيعتمد على التطبيق اللي انت شغال عليه انا كل ما بدي اروح على صفحه ثانيه بغلط وبروح بكتب له وين راح بكتب له ستوب شير سور يعني طبعا احنا عملنا امثله كثيره فهذا هنا يعني مثال على استخدام الارقام اوكي باستخدام ثمانية بتس هنا النظام بيستخدم ثمانية بتس لاحظ الستة ولاحظ ال 13 ما في اشكاليه بجمعهم لما بتجمعهم بنجمعه بسهوله النتيجه زائد 19 هي من ضمن الرينج مين بقول لي شو اكبر رقم موجب واكبر رقم سالب في نظام من 8 بتس ها اكبر رقم موجب راح يكون 2 قوه 7 زائد 1 2 قوه 7 اها زائد 1 2 و7 ناقص 1 نعم واكبر رقم سالب آه، ماينس اثنين قوة سبعة ناقص واحد لا بدون ناقص واحد بكون قلنا بزيد بواحد على الاكبر رقم موجب مش هيك؟ اذا شو راح راح يطلع عندي هذا؟ قديش راح يطلع عندي؟ زائد 128 وهذا راح يطلع عندي ناقص عفوا 127 اذا اكبر رقم موجب في 8 بيتس راح يكون عندي اللي هو واحد 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 واحد, واحد, واحد اللي هو راح يكون الزائد 127 وأقل رقم سالب راح يكون وين زيرو اللي هو ناقص 128 عشان تتأكد امشي مع الخانات هذه واحد اثنين أربعة ثمانية

ألو 96 و10 106 و6 112 و8 120 و3 اذا راح يصير عندي 127 النتيجه راح تطلع عندك زائد 127 هذا اكبر رقم موجب واكبر رقم سالب راح يكون زياده بواحد بالسالب اذا انا اذا بجمع رقمين ونتيجتهم ضمن الزائد ما بين الزائد 127 والناقص 128 انا بالسيف سايد ما دام نتيجه العمليه حسابية بيناتهم انا بالسيف سايد لكن ممكن اجمع رقمين وتطلع خارج الحدود فاي رقمين بنطيك بريت الموجب او تحت السالب هذا نعتبره اوفر فلو وكيف قلنا بنعرف الاوفر فلو ها اللي متابعني بنعرف... نتيجة غير النتيجه المضبوطه كيف بعطيني ناتج غير الناتج الصح اللي المفروض يطلع الكمبيوتر بيعرف انه النتيجه اللي طلعت معاه نتيجه غير صحيحه من اخر تو اذا كانوا مختلفات شو اسمك انت؟ دنيا دنيا انت اول مره تأخذ الماده ولا بتعيدي؟ لا هاي المره الثانيه اه طيب كويس هيك ما شاء الله عليك. يعني وضعك كويس ان شاء الله مطمئن <applause> طيب <applause> نتمنى للجميع النجاح طبعا، والله العظيم من كل قلبي لو تجيبوا كلكم ميات اني أحب ما يعني ما يكون على قلبي انكم كلكم تنجحوا وتجيبوا علامات كويسه. اللي بيتابعني اول باول محاضراتي والله غير ينجح وبعلامه مليحه. حل المسائل من نهايه الكتاب وان شاء الله امورك تبقى في السليم. راجع العمليات الحسابيه هون وشوف كيف اجراها راح تلاحظ انه نفس اللي حكيناها اوكي. وقلنا في السبتراكشن الكمبيوتر بحول الجمع الطرح الى جمع فدائما باخذ الكومبلمنت للمطروح وبجمعه الى الطارح هكذا يقوم الكمبيوتر وعملنا امثله احنا عليها طيب اكتفي بهذا القدر والحصه حصه غدا ان شاء الله بننهي شابتر 1 ون وبنتكلم عن الكودز المختلفه الله يعطيكم العافيه ارجو من الجميع الموجودين هون اللي أصحاب ما دخلوش ينبههم ويوضح لهم كيف يدخلوا اعتقد معظم الاحيان بسبب اعدادات الموبايلات اللي عندهم فنبهوهم يحاولوا يخشوا من لابتوبس او من جهاز اخر الله يعطيكم العافيه